زهراء غندور الإعلامية والممثلة نشرت عبر صفحتها في انستغرام هذه الصور وكتبت عمل جديد قريبا، ملمحة أنها ستخوض تجربة تلفزيونية جديدة بعد انقطاع سنوات عن الإعلام. زهراء خاضت أيضا مجال التمثيل مع المخرج محمد الدراجي في فيلم الرحلة. تابعوا معي هذا المشهد. ايش عندك هنا؟ إذا حاولت تبتعد متر واحد حياتك تنتهي. وينك ما تعشي وينك ببغداد؟ Do you understand me? I will gouge your fucking eyes out. يا شيخ صفاء قلت لي إن هذا الشيء صح. ليش ما اختصارك؟ ما اختصار مين؟ اعطيني فرصة. بعد هذه التجربة رشح زهراء لعدة جوائز دولية واستمرت بمهنة التمثيل إلى جانب عملها كمخرجة أفلام وثائقية، والتي جعلتها واحدة من أبرز الشخصيات في صناعة الأفلام العراقية الناشئة. صورت مؤخرا فيلما عراقيا بإدارة المخرج سمير جمال الدين بعنوان بغداد في خيالي. تنضم معي في الاستوديو الآن زهراء غندور، مرحبا بك في يو تريندينج. أهلا بك سيف، أهلا بكل الفريق، وسعيدة جدا، شكرا لهذا التقديم الرائع، يعني خجلتوني، وعيد سعيد عليكم جميعا. عيد سعيد عليك وكل عام وانت بخير. العيد هالمرة مر علينا مع جائحة كورونا، فشلون حاولت تعيشين أجواء العيد؟ بصراحة هاي أول، يعني إحنا هاي صار لنا يومين، هاي أول لحظة يعني أحس إنه أني بالعيد، لأنه جيت وشفت ناس بالقناة. نورتينا. وشفتك أنت دائما مظهرك جدا جميل ومبتسم. شكرا جزيلا، يعني أنا هسوياكم حسيت إنه هاي فعلا إنه أكو شوية روحية عيد، بس بشكل عام بصراحة يعني أني ما حاسة إنه أكو عيد حقيقي، لأنه هذا هو الإحساس بكل العالم إنه حياتنا بالضبط. الآن مختلفة. بالضبط، جائحة كورونا يمكن غيرت كل حياتنا، من ضمنها أجواء العيد طبعاً. متأكد. لكن كنا نحن للعيد زهراء، يعني تحنين إلى الطفولة، إلى زهراء الطفلة، إلى أجواء العيد العيدية. أنا أقول لك يعني بهذا اللقاء طالما دا نحكي عن العيد يمكن كان لازم أمي تكون موجودة وياي حتى تحكي لك. تحية الماما، تحكي لك معاناتها مني بالعيد. لانه انا كنت بالعيد يعني مره حتى اختي الكبيره قالت لي خبص اخبص الدنيا خبص بهدومي بالطلعه باللعب، واحنا كنا ساكنين بحي سكني ببغداد، لطيف كان الحي، وكان اكو مكانات مكان بتاجير بايسكلات، واكو العاب كلش هوايه يعني، فهاي هي كانت متعتنا بالعيد، كل يعني اولادي يتوجهون لهناك. يعني فهمت من كلامك انه انت كنت شويه وكحه زهراء، يعني غير الهدوء وال ما راح اكذب بالموضوع، يعني اعتقد شوية هواية وكحة. طيب. كان حلو العيد، كان كلش حلو العيد. طيب. إحنا اليوم العيد أوقات مرتبط عندنا مثلاً بالعيدية، بالملابس الجديدة، نتذكر بهاي الأمور. أنت اليوم إذا تحبين تذكرين العيد بشنو تذكري حتى تعيشين أجواءه؟ باللعب. باللعب. مع إنه أنا طول السنة ألعب كطفلة، يعني أنا ما أعتقد كان عندي فترة هدوء. أنا أقصد حالياً يعني. حالياً. إيه حالياً شلون تذكرين العيد؟ شلون ترجعين بذاكرتك حتى تعيشين شوية من الأجواء اللي. يعني شلون يعني أشياء أقدر أسويها هسة؟ نعم. أوكي، عبال الأشياء اللي أفكر بها. الجامعة ويا العائلة، وخاصة ريوق العيد، أول ريوق بالعيد، يعني هو لو هسة هواي ناس سوون جيمر بس إحنا نسويها من باقلة بالدهن، ويعني هذا نوعا ما تقليد بالعائلة إنه إحنا هذا الشيء نسويه ونكون مجموعين ويكون مزاجنا لطيف، وهي هاي إنه هذا الريوق الطويل اللي بيسوالف أنا كلش أحبه، هي هاي أكثر الأشياء الأهل اللي موجودة. والأكل هذا أهم شيء. ريوق العيد كلش مهم. أكيد. نعم. زهراء من العيد نرجع لي شوية الشغل. قبل شوية إحنا قلنا إنه أكو شفنا صور إنه أنت نزلتيها على إنستغرام وقلتي عمل تلفزيوني جديد قريبا. فاحكي لنا شنو التفاصيل هذا العمل. طبعا انا كتبت قريبا وهاشتاج تي في ما حكيت اي شيء، فهسه انا وياك راح نعلن عن الموضوع. بدايه سيف، يعني انت يعني كصديق وزميل تعرف انه انا من سنه 2014 وقفت عملي بالتلفزيون وتوجهت الى السينما واخراج الوثائقيات وانتاجها.
هاي السنة هي العودة إلى التلفزيون إلى جانب المحافظة على عملي بالوثائقيات والسينما. وين وين وين؟ باليو تي في. مبروك مبروك انضمامك. جدا سعيدة بالانضمام. نعم سعيدة بالفريق اللي دا أشتغل وياه. أكو تحديات كلش كبيرة لأنه إحنا يعني للقناة وإلي كبرنامج خاصة لأنه إحنا دا ننطلق وأنت تعرف هذا الشيء بوقت القنوات اللي صار لها عشرات السنوات تواجه تحديات كبيرة. وإحنا دا ننتج مادة ودا نصور ودا نشتغل سوية مع اتخاذ كل الحذر إنه بالمسافات الاجتماعية المناسبة عفوا. يعني أنا دا انطلق ببرنامج بهذا الزمن مثل ما أنت سويت قبل بشهر. تحدي جدا كبير وبس أنا سعيدة به، سعيدة بالعودة للتلفزيون مع زهراء. رغم التحديات لكن أنا أثق إنه زهراء راح تقدم شيء مميز لأن أنت زهراء اللي تابع على إنستغرام يشوفك مختلفة بالصور بالمواضيع اللي دائما تطرحيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأكيد راح تكونين مختلفة أيضا في برنامجك. شنو المميز والمختلف عن غيره من البرامج حيكون؟ أتمنى سيف فعلا أنه يكون مختلف ويكون بفائدة. يعني أول شيء هو البرامج اللي اشتغلتها سابقا هي يعني مواضيعها دائما اجتماعية، يعني أنا أختار مواضيع الاجتماعية اللي أكثر شيء تهمني، فهذا هو الجانب. لكن المختلف ببرنامج البرنامج الجديد اللي راح ينطلق على اليو تي في هو البرنامج مواضيع اجتماعية لكن يتم نقاشها من وجهة نظر الجيل الشاب. يعني أنا وياك بدنا نشوف الجيل الشاب بالعراق بالسنوات الأخيرة وخاصة هاي السنة اللي احنا بيها شلون بدوا يغيرون خارطة الكثير من الأشياء، يأثرون على السياسة، على شكل الحياة الاجتماعية، تجاربهم الفنية بكل المجالات. الجيل الشاب جدا مهم، لهذا أني وفريق يو تي في قررنا أنه نأخذ ملفات اجتماعية ونناقشها من وجهة نظر الجيل الشاب، وأتمنى أنه الشباب يعني يستفادون وأيضا يعني سويا نستمتع بهذا البرنامج. أنا أعتقد زهراء أنه الفكرة حلوة لأنه الشباب محتاج اليوم إلى مادة تحتوي، لأنه شفنا إحنا أكو تشتت كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن هواية مواد خاطئة تنتشر عند الشباب. نعم هذا طبعا بكل العالم وليس فقط بالعراق، لكن بالتأكيد شباب العراق يعانون من أزمة مثل ما كل البلد بأزمة جدا كبيرة، والوضع الاقتصادي والوضع الأمني وكل هاي الأشياء. بس أنا سنة ورا سنة دا أشوف أنه الشباب العراقي بدأ يتغير، طريقة التفكير بدأت تكون منفتحة أكثر على العالم. وأنت هسه خبير شبكات التواصل الاجتماعي، كلش غريب أنه صوري دا تنعرض. أنت هسه تعرف صور حلوة. شكرا، هاي من فيلم بغداد في خيالي، راح نتحدث اكيد عن هذا الفيلم. ثانك يو. فالشبكات التواصل الاجتماعي نشوف انه اكو كلش هواي اشياء سلبيه واشياء ايجابيه. الشباب دا يتغيرون رغم كل هاي الاوضاع اللي تكون متعبه. يعني اكو نسبه شباب جيده دا يتوجهون الى اشياء افضل ممكن تكون، مو ممكن اكيد، لكل البلد. اذا احنا نوعد الشباب ببرنامج مميز مع زهراء غندور. شكرا شكرا. اسم البرنامج؟ أتمنى. راح أول مرة أقوله. أوكي لا راح أقوله وياك أول مرة. البرنامج راح يكون اسمه مجتمعات صغيرة على اليوتيوب قريبا. ويا زهراء. طيب زهراء، احنا من نتحدث عن تجربتك الإعلامية لازم نمر لتجربة التمثيل. ما شاء الله إشادة من النقاد، جوائز عالمية في أول عمل شاركتي به اللي هو الرحلة مع محمد الدراجي. حدثينا عن هذا العمل، عن أصدائه، عن من أي ناحية، من يعني شم هو أنا طبعا من زمان أفكر بالسينما بس دائما كنت أفكر بها من جانب الإخراج، لكن جاني التمثيل، عرض التمثيل، وأكيد فتت باختبار مثل لك الكثير من الممثلات. يعني ما كان في بالك إنه في يوم من الأيام تكوني ممثلة؟ بصراحة لحد يعني فيلم الرحلة لا، بس إحنا اشتغلنا على الدور سنتين ونص تقريبا بشكل متقطع، والريهرسل والتصوير كانت 6 شهور متواصلة. فعندما تتحكي على 3 سنوات من حياتي، سنتين ونص كنت بعدني أشتغل بالتلفزيون، إلى جانب التلفزيون كنت أحضر للفيلم. يعني التمثيل جدا صعب سيف. يعني لهذا السبب ابتعدتي عن الإعلام؟ يعني نقدر نقول التمثيل هو اللي بعدك عن المجال الإعلامي؟ هذا الدور تحديدا، شخصية سارة في فيلم الرحلة كانت يعني شوف حتى عيوني بهاي الصورة، يعني مو أني، يعني كان جدا صعبة أنه أكون فشي جدا مختلف عني، أنه أكون امرأة إرهابية. نعم. أكثر شيء خوفني أنا بحياتي الخاصة هم الإرهابيين اللي ممكن ينهون حياتنا بأي لحظة بالعراق. أنا جيت حتى أكون هذا الشخص فجأة، مو فجأة يعني
فترة كلش طويلة. صعب جدا، لكن أيضا هو أول دور إلي، فهو مو فقط كان تدريب إلي أنه لهذا الدور تحديدا، هو يعني تدريب إلي لدخول عالم التمثيل ككل. وتجربتي الثانية ما راح أقول كانت أسهل، لأنه بغداد في خيالي، بغداد في خيالي شخصية أمل، لأنه شخصية أمل هي أكبر مني عمرا ب 12 سنة على الأقل، فكان هواي شغل لازم أسوي. بس كنت مفتهمة التمثيل والبحث عن الشخصية أكثر من الفيلم الأول. فهسا أنا مثلاً أكو أشياء داولفها بحياتي أكثر، يعني شلون أشتغل على نفسي كممثلة، شلون أتحكم بوقتي أكثر، وشلون أتخلص من الشخصية بعد ما أخلص الدور، لأنه ممكن الشخصيات تتعبك إذا ظل وياك. بالضبط. دخلتي للتمثيل من أوسع أبوابه، يعني من باب السينما، ممكن أشوفش بعمل درامي؟ أني أكو تجربة ويا جهة لطيفة جداً بالعراق، سوينا بايلوت لعمل درامي. بصراحة أني جداً حساسة تجاه اختيار الأدوار، لأنه أو تجاه أعمالي بشكل عام، سواء أنه برامج أو تمثيل، لأنه هاي تبقى للأبد وجداً تأثر بالناس. فأحب الإنتاج يكون جيد جداً، أحب يعني كل الناس الممثلين الآخرين عن ممكن أتعلم منهم، ممكن يكونون جيدين من أنا وياهم بالمشهد، مو بس أنا، هو عمل متكامل. الدراما بالعراق مثل كل الأشياء الأخرى بعد هذا تبني نفسها، فأنا ذا أكون جداً حذرة بالاختيار. شنو الدور اللي يرضي زهراء غندور وممكن تقول نعم هذا دور كنوع الشخصية؟ كنوع شخصية أو كنوع عمل شخصية بشكل أي عام؟ أي شيء سيف، أي نوع شخصية. أنا ممكن تكون امرأة مجنونة، ممكن تكون سياسية، ممكن تكون فنانة، ربة منزل، أم، طبيبة، أي شيء، بس تكون مكتوبة بشكل جيد أقدر أنا والكاتب والمخرج نناقشها ونطورها. ما أحب الأشياء السطحية، وأيضاً ما أحب الأشياء اللي تسيء للمرأة، يعني هاي الأشياء اللي نشوفها بهواي مسلسلات وأفلام اللي بيها تطبيع عنف على صورة المرأة، أنه تنضرب، أوكي ممكن أني أنضرب بس بالفيلم، بس أكو أشياء شلون نطرح إحنا القضية لازم نكون حذرين جداً بيها. يعني إحنا أنا سعيد أنه عندنا ممثلة وإعلامية تملك هذا الوعي. شكراً حقيقة. شكراً سيف، أتمنى شكراً. يعني مو بس أنا، أكو زميلات أيضاً إلي، مو بس حتى أمثل ويكون عندي ظهور، أنا سنوات بخلي ما يكون عندي ظهور بس أطلع بظهور جيد. وإحنا كنساء وضعنا جداً سيء بالعراق، وأني مثلاً طالما أني بمكان أقدر أكون بأفضل لغير نساء، ليش أروج للعنف؟ هذا هو الفرق، رسالة فعلاً. طبعاً، والإعلام أنا وياك هسه كل اللي بدنا نسويه حتى مو بس يكون عندنا شغل، حتى نحسن من وضع بلدنا. يعني إحنا مو فقط وظيفة بها مسؤولية جداً كبيرة. الظهور بالفعل هو مو شيء شخصي، الظهور يعني أنا وياك كنا أطفال وتأثرنا بناس بالتلفزيون بالفعل. خلي دائماً نتذكر هذا الشيء، إنه إحنا بدنا نأثر على أطفال، فشنو راح نقدم لهم؟ بالفعل. أتمنى. زهراء، سؤال أخير، قبل أشهر أنت أخذتي دورة تمثيل في أمريكا صح؟ نعم، دورة تطوير للجسد وللصوت تحديدا. شنو الشيء اللي تعلمتيه من هذه الدورة، أو شنو الاختلاف بين الممثل في أمريكا عن الممثل في العالم العربي وفي العراق؟ الحرية سيف، الحرية بالتعامل مع الآخر، الخبرة عند المدرسين هناك، وأهم شيء أنا تعلمته، هي كانت مكثفة لأشهر، أهم شيء تعلمته أنه أنا عندي طول حياتي أبقى أطور نفسي، ما أقول أنه أنا هسه مثلت وخلص أنه أنا نجمة. أصلا مفهوم النجومية بشكل عام أنا ضده، أنه واحد يوصل ويقول أنا صرت نجم ما حد يعلمني. تواضع هذا؟ لا، أهم شيء أعتقد شلون يقول لك الطبيب يظل يقرأ طول حياته، الممثل يظل يطور نفسه كل حياته. بالفعل. والإعلامي أيضا. أكيد. زهراء، سعيد بوجودك معايا في يوترندينج، شكرا جزيلا، وتمنياتنا لك بكل التوفيق، وإحنا قريبا منتظرين مجتمعات صغيرة على شاشة اليو تي في. شكرا سيف، سعيدة جدا بالتواجد معك.